السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط، نكمل محاضرتنا بالشابتر الثامن اللي يتحدث عن الـ Protective System. أخذنا بالمحاضرة السابقة الـ Structure الموجود بالـ Male Reproductive System والـ Female Reproductive System، وقلنا بشكل عام هو سواء كان Male أو Female راح يتكون من الـ Gland والـ Adduct والـ Duct، الجلاند الغدد والدكت القنوات والأورغان اللي هي مسؤولة عن تمرير وتسهيل حركة الخلايا التكاثرية اللي هي reproductive cell بشكل عام، سواء كانت سبيرم يعني سبيرمات خلينا نقول عليها نطف أو ايك بيوض على اختلاف. أخذنا الغدد بسواء ذكرية أو أنثوية، تيستس بالذكر والأنثى الأوبري، أخذنا شنو وظيفتهم، أخذنا شنو هنا الممرات، تعرفنا على هذا الرسم. وبالمنهج العربي على اعتبار أنه إحنا عندنا بس تجربتين، بس امتحانين 2019 و2022 صار امتحان أحياء متميزين، ف أقول لكم أنه بالمنهج العربي جايب مرة رسم النطفة ومرة جايب رسم البيضة، يعني كل مرة جايب شي شكل، فتنتبهون على الرسم اللي موجود، يعني مرة بيضة ومرة نطفة. وأيضا الستركتشر مال سبيريوم اللي هو راح يتكون من هيد، راح يتكون من شورت نيك، راح يتكون من تيل لونج تيل. وهنا أنا من نيجي نرسم اكو ميدل بيس قطعة وسطية اللي هي عبارة عن ميتوكوندريوم اللي بيها ميتوكوندريا، واللي هو شكل الميتوكوندريا يصير سبيريكال شيب، يكون شكلها حلزوني، هذا تنتبهوا له كله. وايضا وجود جسم طرفي اللي هو هيكون بمقدمة السبيريوم، بمقدمة النطف هيكون هنا، هذا الجسم الطرفي ننتبه له، وهذا ان شاء الله تفاصيله ناخذها بصف سادس اعدادي. اليوم راح ناخذ الصفات الجنسية السكندري الثانوية، secondary sexual characteristic اللي موجودة بالفيميل والميل. جنتل اللي هو قلت لكم نفسها معناها reproductive، يعني غدة أو sexual، غدة تكاثرية أو جنسية أو تناسلية، يعني هاي الأسماء تكون متطابقة فننتبه لها. The gentle gland، الغدة التناسلية أو التكاثرية، found in male and female secrete special hormones، راح تفرز لهرمونات خاصة، secrete تفرز special hormones. هاي الهرمونات شنو وظيفتها؟ هاي الهرمونات which are responsible for secondary sexual، هاي الهرمونات تكون مسؤولة عن الصفات الجنسية الثانوية in each man and woman. هسه نعيد الحكي، انه عندي غدد جنسية او غدد sexual gland او reproductive gland او genital gland، لان نفس الشيء يعني هذني راح بالموجودات بالميل والفيميل، راح حنا مسؤولات عن شنو؟ عن secrete افراز سبيشال هرمون، هرمونات خاصة. هذه الهرمونات وظيفتها هي انه تظهر لسكندري سيكشوال كاركترستيك ان ايتش مان اند وومن. هسه هذه عرفتها زين. اب نورماليتيز، نورمال اللي هو طبيعي، اب نورمال يكون نفي زين، اب نورماليتيز ان ذا سيكريشن يعني الافراز الغير طبيعي او الغير اعتيادي او الاضطرابات اللي يصير بالافراز in each in of these هرمونات، بهاي الهرمونات effect راح يأثر على شنو؟ على ظهور ابنيرس ظهور of these characteristic in normal form، ظهورها بمن بالشكل الطبيعي، راح يأثر على ظهور هاي الهرمونات او هاي الصفات بالشكل الطبيعي. اي اضطراب بافراز هاي الهرمونات راح يأثر على ظهور لهم الصفات بالشكل الطبيعي. These secondary sexual راح تختلف in both sexes، يعني هاي راح تختلف بالذكور عن الإناث، هاي أريد تنتبهوا لي. عدم الانتظام أو الاضطرابات اللي تصير بما بإفراز هاي الهرمونات راح يؤثر لي على ظهور هذه الخصائص بشكلها الطبيعي. مثل ما أول مرة خلنا نفتهم شنو هن ذن الخصائص اللي يختلف بها different in both sexes بكلا الجنسين بالميل والفيميل، شنو هن ذني؟ أول فقرة the hair density اللي هو كثافة الشعر in male body موجود بجسم الذكر is more than female body، راح يكون أكثر من الأنثى. انتبهوا، ذني يجم
يجين اكو فقرتين مهمة لازم نفرق بينهم، الاختلافات بين حظ الذكر والانثى، البيلز اللي موجود بالميل والفيميل، والاختلافات بالكاركترستيك بالصفات او الميزات الخاصة بين الذكر والانثى. اول مرة لازم افرق بيناتهم وذني عن واردات انه يجين، لان هن ثلاث نقاط. زين، ذا بريست، بريست رقبه، بريست هو الصدر يعني هو اللي نقول عليها الاثاء، اند ملك سكريشن اند افراز الحليب، هابن ان ذا فيميل بس ذيس ار ان افكت ان ميل، يكون غير نشط غير فعال بالذكور. لكن احنا نجي انه نلقى بعض الذكور يصير عندهم مشاكل، فنلقى بروز منطقة الصدر عندهم نتيجة لمشاكل بالهرمونات، نلقى بعض الاناث عندها كثافة بالشعر، شنو السبب ان بودي ان هير بودي، خلينا نقول لي خلل اكو بافراز الهرمونات السيطر لي، اللي هاي الهرمونات تسيطر على ميزة هير دنسيتي كثافة الشعر. زين، بعد ايش عندنا، ذا فويس اوف ميل از بيجر يعني اند ثيكر، يكون الصوت بالرجل بالميل يكون اغلب واسمك اكثر خشونه than the voice of female. وهاي تبدي من مرحله المراهقه، نشوف الولد بالمتوسطه او بالصف السادس يصير صوته ما ادري شلونه نقول عليه مجعمر مخربط مزنجر هيك نصحوا له. ليش؟ لان بدايه ظهور هاي الهرمونات وهاي الانتقال اللي يصير، فصوته يختلف يصير الى ان فتره ويستقر على طبقه معينه ويمشي عليها. لان النقاط الثلاثه ذني الفروقات بين مميزات الذكر عن الانثى، لاني انتبه لهن قلنا وارد انه يجيني الفرق الاول هير دنسيتي، الفرق الثاني بريست جراوث اند ميلك سكريشن، الفرق الثالث ذا فويس الهير دنسيتي ان ميل مور ذان فيميل بودي، بريست جراوث اند ميلك سكريشن هابن ان ذا فيميل بات ذيس ار ان اكتيف، يكون غير نشط in male. The voice of male is bigger يعني الصوت بالرجل هيكون أكثر غلظة أسمك mean than the voice of female. هذا هني النقاط الثلاثة انتبه لها. اجيت إلى موضوع آخر اللي هو fertilization الإخصاب عند البيرجنسي اللي هو البيرجنسي الحمل. أول شيء لازم أفهم شنو تعريف fertilization اللي هو الإخصاب. is the union اللي هو شنو هو اتحاد of sperm nucleus نواة النطفة and egg nucleus مع نواة البيضة على مود شنو to form لتشكيل fertilized egg لتشكيل البيضة المخصبة اللي لها اسم آخر اسمها الزايغوت. زين، الزايغوت البيضة المخصبة أو الزيجة. زين، يصحوا لها جايتني مين؟ من المسؤول عن تكوينها؟ هو is responsible من اتحاد نواة النطفة مع egg nucleus، جاية من اتحاد بين الاثنين. زين، ماذا يحدث عند اتحاد النطفة مع البيضة؟ راح يؤدي إلى form fertilized egg اللي هي اسمها الزايغوت. normally بشكل طبيعي السبيرم اللي هي النطفة unities تتحد with the egg، راح يونيتيز تتحد ويا من؟ with egg in ovulate. وين موقع الاتحاد راح يكون؟ راح يكون موقع الاتحاد بقناة البيض، وانتبهوا على هاي الفقرة، هيكون موقع الاتحاد او مكان location مال اليونيتيز اللي هو الاتحاد وين؟ بالاوبديكت بقناة البيض على مود يتم تشكيل الفيرتيلايزد ايج البيضة المخصبة. زين، هاي البيضة المخصبة the fertilized egg passes راح تمر into the uterus، راح تمر لمن؟ الى الرحم، راح تروح لمن؟ للرحم. هذه خلي لكم هماتين عليها خط على مود من تجون تقروها تنتبهون عليها. زين، ورا ما راحت هاي البيضة المخصبة اللي تم اتحادها ونتجت من اتحاد السبيريمز عند الايج وين؟ بالاوبديكت راح تمر وتنزل المن لليوتريس. زين، بعدها التاج راح تلصق اتسلف نفسها تو انر ممبرين اوف يوتريس، انتبهوا على هذا الكلام، راح تلصق نفسها بالجدار الداخلي المن لليوتريس اللي هو للرحم. هناك
راح شي يصير it started to divided راح تبدي تنقسم المن and forms تشكل if you tis اللي هو الجنين. اذا الجنين جاي من اتحاد البيضة او جاي من البيضة مع السبيريوم اللي هي البيضة المخصبة وانقسامها وين راح يتكون باليوتريز. زين between راح يجي between الفيتاز واليوتريز اكو أورغان. شو اسمه هذا الأورغان؟ هذا الأورغان انتبهوا على هذين الكلمات اسمه البيلي سنتر. البيلي سنتر اللي هو اسم المشيمة. البيلي سنتر راح أخليكم إياها بهذا اللون، أتمنى تنتبهون علي من دا أحكي. اسمها المشيمة. المشيمة هو أورغان. أين يقع؟ يقع ما بين الفيوتس واليوترس، ما بين الرحم والجنين، ما بين الرحم والجنين. ما هي وظيفة المشيمة؟ ما هو الديفاين اوف مشيمة؟ هاي اريدهن تنتبهون لان ذني اسئلة جدا واردة. هاي اسئلة جدا واردة تجيكم. وبعد راح اخلي لكم نفس الوقت العفو دي ها العفو هنا صارت لازم هنا انا وهسه نغير اي ديفاين اللي هو عرف على مود يصير واضح عندكم. زين نيجي هنا البيل سنتر. شنو البيل سنتر؟ اللي هو المشيمه. شبيها هاي المشيمه؟ طبعا هي اورغان موجوده بين من هاي الاورغان ما بين الفيتس. اكفوا لي هنا اثبت لكم اياها. موجوده بتوين ذا فيوتس اند اليوتريز. شبيها هاي؟ راح تزود بروفايدز اوكسجين اند نيوترينتس المغذيه تو فيوتس ميم فروم مذرز بلاد من دم الام اند ترانسبورتس هارمفول ماتيريال ريدوس باي فيوتس تو مذرز بلاد. اذا هي شنو هي؟ هي راح تزود اول شيء خل اضيف هاي الفقره خل اقول عليها اورغان عضو اورغان عضو لوكيتد يقع بين الفيوتس اند اليوتريز بروفايد يزود اكسجين اند نيوترينتس المغذيات تو فيوتس from mother's blood من دم الأم and transports and ينقل harmful material المواد الضارة اللي تنتج by fetus للmother's blood. زين هذا لهنا أريده located. هذا located هذا located الموقع وانتبهوا عليه. هذا كلش دا أكد عليه ودا أخر بي لأن هذا مهم وهاي the function وهاي الوظيفة مالته وإذا تعريف هذا كله. الجنين الفيوتس الجنين connected راح يرتبط with البلاسينتا اللي هي المشيمة by special cord بواسطة قرص أو بواسطة حبل cord حبل special خاص. شو أصيح له؟ أصيح له umbilical cord اللي هو أصيح له الحبل السري. الحبل السري راح أصيح له it is cut just after the birth. هذا راح يقطع بعد الولادة. هاي مو شرط أذكرها من ضمن هذا التعريف، مو شرط إنه أذكرها من ضمن هذا التعريف. خليها هاي هنا أنا أوخرها عنكم. بس هذا التعريف الكامل الشامل المن للبلاسينتا اللي هي المشيمة. هذا إذا قال لكم تعريفه فهذا تعريف. قال لكم اللوكيشن مالتها فاللوكيشن بتوين ما بين الجنين وبعد والفيوتس واليوتريز الرحم والجنين. قال لكم شنو الفانكشن مالتها فهي تزود الأكسجين عند المغذيات فيوتس فرام مادر بلاد من دم الأم آن تنقل المواد الضارة اللي تتكون منتجات المخلفات الويست اللي تنتج بواسطة الفيوتس المن تنقلها تو مادرز بلاد لأن دم الأم هو راح يتخلص من هاي الشغلات اللي بي. طبعا هاي مادرز مو يعني مو جمع اللي جاية من أس التملك فخلي لكم هاي هنا بمكانها وهذه نحذفها ما إلها عاز. زين
الفيوتس راح كونكت وذ بلاستيديشن اللي يربط باي سبيشال كورد يدعى باليومبيكال كورد اللي هذا انتبه له. زين هسه هذا اريد اعرفه شنو هو هذا الحبل السري. الحبل السري هذا راح اقول عليه سبيشال كورد، حبل خاص. شبيه هذا الحبل الخاص وين يوجد؟ راح فيوتس يربط الجنين وذ بلاسينتا، يعني يربط الجنين ويا المشيمة، وهذا راح يقطع مباشرة just after the birth، مباشرة بعد الولادة راح يتم قطعه. فهذا تنتبهوا له، هذا تعريف من هو تعريف الحبل السري اللي هو شنو اسمه يومبليكال كورد. زين شنو تعريف الأوفيا أو الأوفيوم أو الإيك؟ اسمها فيميل ريبرودكتيف سيل. انتبهوا على هذني الأسماء المطابقة تيجي بالوزاري، فانتبهوا فرع ترى هذا راح تنتج بروديوس باي فيميل أوفري، راح تنتج بواسطة المبيض الأنثوي. زين اللي راح تتحد هاي البيضة راح تتحد ويا من؟ يونيتينج راح with the sperm وذ النطفة in وين بيا مكان oviduct على مود شو تسوي؟ على مود تشكل fertilized ovium اللي هي البيضة مخصبة. ممكن هذه يعني الكلمة ovium هي نفسها egg، نفسها كلمة egg، فانتبهوا عليهم ذني. إذا هي عبارة عن female reproductive cells خلايا تكاثرية أنثوية تنتج بواسطة produced by female ovary، راح تنتج بواسطة المبيض الأنثوي. هذه الخلية راح تتحد يونيتينج، تتحد ويا من؟ ويا السبيريم، ويا السبيرم، السبيرم اللي هو النطفة على مو وين بيا مكان ان اوفيدكت بقناة البيض على متشكل البيضة المخصبة. زين ما هو تعريف النطفة؟ ميل ريبرودكتيف سيل مع الاسم الثاني مالتها، كل شريدة تنتبهوا لهذا راح تنتج بواسطة ميل تيستس بالغدة الذكرية، وهاي راح تتكون من consist of head short neck and long tail يعني رقبة قصيرة وعنق قصير ورأس وذيل طويل اللي يساعدها الذيل الطويل اللونج تيل يساعدها يساعدها على مود تتحرك. وهذا لازم اضيف له، ايش اضيف له؟ راح تتحد هاي الفقرة اضيفها هنا أنا. لان هذا وحدة غير كافي، راح تتحد وذ هي السبيريوم انا احكي عنها، فراح اقول له راح تتحد ويا الاوفا او ويا الاوفيوم او ويا الايك، اثنيناتهم صحيحات ما عندنا مشكلة بيهم. هذه ها على مود تشكل البيضة المخصبة، هاي الكلمة ممكن اشيلها اخلي ايك، ممكن انه ابقيها بكيفكم. هاي هسه صار عندي تعريف المشيمة، تعريف البيضة، النطفة، والحبل السري، لاني تعريفهن. زين وهذا اعادة، هذا اعادة التعريف لان احنا عرفناه فوق بعد ما عندنا مشكلة به. هسه نجي للبيرث الولادة. البيرجنسي او البيرجنسي يعني كل مرة يلبوها شكل. البيرجنسي هي الحمل، يعني هاي الكلمة معناها الحمل. الحمل lasts about 9 months، راح يستغرق 9 أشهر. In the female reproductive system في الجهاز التكاثري الأنثوي، وين تحديدا؟ باليوتريس بالرحم. The fetus الجنين ايش راح يصير بيه؟ باعوا هاي الكلمة fetus جنين، وبعد اكو كلمة embryo هسه راح نجي عليها، ذني اسماء متطابقة. Develops راح يتطور هذا الجنين in uterus، وين مكانه؟ in uterus. انتبهوا على ذني الاماكن، انتبهوا على اللوكيشنات هذني. during 9 months خلال month يعني خلال 9 أشهر and as maturation اللي هو راح ينضج ويعني يصبح يكتمل نضجه is completed in this period خلال هاي الفترة. بعدها ايش راح يصير؟ لازم it leaves the mother body، راح اليوتريس راح يغادر جسم الام، يعني راح يخرج من الرحم بواسطة شنو هاي العملية؟ birth processes، بواسطة عملية تدعى الولادة
زين mother need الأم تحتاج بعدها بعد هاي فترة الولادة تحتاج إلى وقت اللي هو about 2 years سنتين على مود شنو to recover her body from birth damage على مود تستعيد صحتها صحة جسمها وجسمها بشكل عام من ضرر الولادة. هذا انتبهوا له يمكن يجيكم صراع على مود تستعيد recover her body أو healthy خلينا نقول عليها أو her health صحيحة from birth damage من تأثير الولادة. بعد هنا شو يقول؟ يقول after هذا خل أكبر الخط لكم just after birth بعد الولادة مباشرة الملك start يعني الحليب راح يبدأ بأنه ينفرز to be secreted from the mammary gland من غدد لبنية غدد اللبنية. هذه النيرسينج انفنت النيرسينج هي معناها رضاعة نيرسينج خليها هيك على مود انتو تميزوها وتعرفون رأسا شنو معنى ترجمتها. الرضاعة شبيها النيرسينج راح تحمي الأم ما تحميها الرضاعة الانفنت الطفل رضيع خلينا نقول عليه تحمي بروتكت ذا ماذر فروم ديفرنت ديزوردرز اضطرابات لايك بيرست كانسر من ضمنها سرطان الثدي اللي يصير اند سبورت تدعم ذا اميونيتي سيستم تدعم جهاز المناعه المن جهاز المناعه اوف امبوري للجنين. هسه كلمه امبوري هخلي لكم اياها بالاخضر يا ريت تنتبهوا لها هي نفسها يا كلمه نفسها كلمة فيوتس نفسها زين على مود ما عندكم مشكلة. In some cases بعض الحالات الولادة birth process راح تكون doesn't happen naturally ما راح تكون طبيعية بالوضع الطبيعي تصير فد عرقلات أو مشاكل and embryo is separated ينفصل from mother by يعني سحولها عملية قيصرية بواسطة عملية قيصرية. قلنا في بعض الحالات انه الامبري الجنين is separated ينفصل from mother by كيسرين delivery عملية قيصرية كيسرين delivery اللي هي عملية قيصرية يعني ممكن يكون بشكل طبيعي normal او بشكل انه تصير عملية قيصرية. And sometimes بعض الحالات الولادة happens تحدث before 9 months قبل 9 أشهر يعني حوالي about 7 months يعني بالشهر السابع. In this case بهاي الحالة الامبري شصيح له bear mature اللي هو اسمه الخدج أصيح له bear mature اللي هو الخدج. هسه شو فهمت انه الحمل يستغرق 9 أشهر هذا الحمل راح يكون باليوتريس بالرحم خلال هاي 9 أشهر ينضج والفيوتز او الامبري الاسم الثاني مالته هذا راح يخرج من جسم الام بعملية الولادة والام تتطلب حوالي 2 سنين على مود يرتاح على مود يرجع جسمها من ضرر البرث الولادة والحمل بعدها بعد الولادة مباشرة just after birth راح يبدي بفرز الملك ستارت راح تو سيكريتد راح يبدي بافراز اللبن او الحليب اللي هذا مهم من راح يفرز من فروم ماماري جلاند من غدد لبنيه وهذا الرضاعه النيورسينج المهمه للانفنت للرضيع انفنت رضيع بينما فيوتس او امبوري جنين زين لانه تحمل ام من مختلف الاضطرابات من ضمنها سرطان الثدي تدعم مناعه الامبري الجنين اللي اجى للدنيا هستوى. بعض الحالات الولاده تصير قبل موعدها او تصير بها بعض الاضطرابات بعض المشاكل فيتم فصل او خروج الجنين من امه بعمليه سحولها كيسرين دليفري اللي هي عمليه قيصريه. بعض الأحيان الطفل يخرج قبل before 9 months بهاي الحالة about 7 months بالشهر السابع بهاي الحالة راح يصحوا له bear mature أو بالشهر الثامن بالشهر السادس بعض الحالات يصحوا له الخدج.
ما هو الخدج؟ هو it is the embryo أو fetus born يولد before 9 months قبل الشهر التاسع about 7 months. زين هنا نفهم تمام. هسه التوينز التوائم نورمالي بالشكل الطبيعي الاعتيادي الومن اغلبيتنا احنا جيف بريث راح تنطيني بالولاده تو اونلي وان بيبي لو ميل لو فيميل لو ذكر لو انثى بات سم تايم بعض الاحيان تو بيبيز عندي اثنين من الاطفال او ثري او فور حتى لو شغلات نادره بس موجودين كونديلوبت ممكن انه يجي للدنيا at the same time بنفس الوقت. لكن هاي التوينز ممكن تكون identical ممكن تكون non identical ممكن تكون توائم متطابقة متشابهة بشكل كامل ممكن يكونون لا ما متشابهين. These two children التوائم المتطابقة يجيني divine تعريف وتجي بيناتهم مقارنة. إذا divine شو أقول له these two children developed اثنين من الأطفال يجون from same انتبهوا هنا من نفس الفرتلايزد ايج من نفس البيضة المخصبة اللي راح تنقسم إلى two independent اللي هي إلى اثنين من الخلايا المستقلتين after fertilization بعد الإخصاب. هذه الشيلدرن هاي الأطفال أو هاي التوينز التوائم have the same sex يعني راح تكون نفس الجنس يا أما male or female ما راح يكون اختلاف بيناتهم يا أما اثنينهم بنات أو اثنينهم ولد ما راح يجون أبدا ولد وبنية. generally بشكل عام يمتلكون same اسموتيك اللي هو characteristic يعني لهم نفس الصفات الجسمية نفس السوماتيك الصفات الجسمية متشابهين كلش يعني من أشوفهم ما فرق بيناتهم وقد يكون الفرق جدا قليل يعني يجوز بس أمهم تقدر تعرفهم من ميزة معينة كلش مشابهين لأن هي بيضة واحدة انقسمت إلى اثنين فإذا نفس الأجناس وبعد نفس المواصفات بيضة انقسمت إلى اثنين ونفس الأجناس يعني أما male or female and same somatic characteristic يعني يكون التعريف حاول يذني لثلاث نقاط بينما non identical التوائم الغير متماثلة normally بشكل عام one egg is matured يعني واحدة منهن تنضج each month كل شهر but sometimes بعض الأحيان two or more eggs ممكن تكون اثنين من البيوض or أكثر تنضج at the same time بنفس الوقت if this egg إذا هاي البيوض are fertilized تم تخصيبها each one grows كل وحدة بها راح تنمو المن الى fetus مستقل independent يعني الى جنين مستقل بنفسه so two or more children اثنين او اكثر من الاطفال are formed at the same time نفس الوقت هسه عندي two eggs or more راح يتخصبن بنفس الوقت وراح كل وحده تسوي فيوتس لوحدها بعد these children developed from two or more fertilized egg and two non identical twins هاي الاطفال ممكن different or some sex ممكن تكون يعني اثنين ذكور او اثنين اناث او ذكر وانثى مو نفس اللي identical المتطابقة بعد شنو الميزة الاخرى يختلفون different somatic characteristic راح يختلفون بالصفات او المميزات الجسمية يعني اقدر اقول انه ذولا اخوان بس مو توأم احنا هسه بالاخوان يتشابهون بس يعني واضح عليهم انهم مو كلش مشابهين عكس التوائم المتماثلة اللي يكون الشبه كلش متقارب بالوزاري جايبة هذا مرة ديفاين مرة جايبة كومبير مقارنة الديفاين راح يكون راح يتكون from fertilized two or more هذا non identical egg at the same time each one grows into كل واحدة راح تنمو الى independent embryo بينما هنا أنا from same fertilized egg من نفس البيضة اريد هاي تنتبهوا لي عليها راح اخلي لكم عليها خط two or more
هاي تنتبهوا لي عليها. زين هنا أنا have different or same sex، تكون هنا أنا تمتلك جنس مختلف أو نفسه، هنا أنا have نفس الجنس male or female، ماكو ذكر وأنثى من يجون. have different سموتك راح تمتلك خصائص جسدية مختلفة، هنا same نفس الخصائص، فأكو فروق، هنا دائما different هنا دائما same. ما هي الأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي؟ some disease or of reproductive system، السيرتيليتي اللي هو العقم، وبعض اكو من الامراض الاخرى. شن هن السيرتيليتي؟ it is the disease، هذا مرض، of having no ability، يكون ما عنده قابلية of produce، ما عنده قابلية على انتاج السبيريوم or الايك. انتبه على هذين الكلمات لان هذا المضمون الحجي. زين انه هو ما الى قابلية على انتاج الايك or السبيريوم. In male or woman، يعني in man أو woman، أي واحد منهم، هذا يعني مو مختص بجنس واحد، لا بالثنين السيرتيليتي يكون العقم. There is no one or both، يعني هذا يعني أنه لا يوجد one or both reproductive cell for fertilization، ماكو وحدة أو اثنين من الخلايا التكاثرية، أقصد بالخلايا التكاثرية هذه السبيريوم والإيك، ما متواجدات ومهيئات لأجل الفيرتيليزيشن الإخصاب. There are different excuses، أكو مختلف الأسباب للسيرتيليتي للعقم، such as hormonal deficiency اللي هو ممكن يكون عندي خلل أو نقص بالهرمونات، genetic disease أمراض وراثية، disorders اللي هو اضطرابات of reproductive organ بأعضاء التكاثرية اللي هي testis والأوفري، ممكن ذن الأسباب الثلاثة، وبعد أكو غيرها من الأسباب تؤدي إلى ظهور العقم، وانتبهوا لي عليهم. يجي انفراغات أو صح وخطأ. هل هنالك أمراض أخرى مرتبطة بالreproductive system؟ yes، هنالك أمراض أخرى مثلها الأيدز. الايدز كل واحد بيهم يشير الى شيء، يفترض انتو اخذتوه بصف ثاني متوسط، اللي هو العوز المناعي المكتسب، يعني نقص المناعة المكتسب، عوز معناها نقص بالمناعة مكتسب، هذا راح يكون. السفلس اللي هو مرض يخص الجهاز التناسلي، الكونهيرا اللي هو الكورينيرا او الكونهيرا اللي هو مرض الليان نتيجه لاصابات فطريه او معديه، الفنجس اللي هو الفطريات، انفكشن العدوى اللي يصير من اي احد سواء فطريه او فيروسيه او بكتيريه. عندي بعض الشغلات المتعلقه بالريبرودكتيف سيستم اللي هي تيوب بودي، أطفال الأنابيب. In some cases بعض الحالات artificial fertilization، أنا مو قلت أكو عقم، بعض الحالات ممكن يصير تخصيب artificial اصطناعي. ليش؟ performed على مود أشكل لي to have baby، على مود يتكون عندي baby. When there is any disorder in male or female or both، أو اثنيناتهم يكون عندهم، عندما يكون هنالك اضطراب في الجهاز التناسلي الفيميل اور الميل، اند ذي ار نوت ايبل، غير قادرين على تو دو فيرتيليزيشن، اجراء الاخصاب. الامبري جنين راح يتم تخصيبه خارج اوتسايد اوف ذا بودي ماذر، بعد هالامبري راح يتم ترانسبورتد، راح يتم نقله تو ذا فيميل يوتريس، راح يتم نقله الى رحم المرأة after fertilization، بعد ما تم اخصابه، طبعا تم الاخصاب داخل انبوبة اتحاد البيضة والنطفة، لذلك صحوا له tube body baby العفو، وبعدها راح يتم نقله الى الفيميل يوتريس الى رحم الامرأة، and supported راح يدعم by some داكس، راح يدعم ببعض الأدوية اللي تحفز إنتاج الهرمونات وتهيئ الجسم لاستقبال هذا الجنين. إذا قال لي ديفايب فهذا كله، هذا كله راح يتم تعريفه. زين أكو بعض التأثيرات مثل السموكينج،
الدراكس الدراكس اللي هو المخدرات او الادويه الكحول وين راح تاثر على يمن على البيرجن بيرجنسي اللي هو على فتره الحمل. سموكينج كيوسز التدخين يسبب انخفاض تبوش وش يسبب التدخين ديجريز ان اوكسجين ليفل اند رايزز ذا كربون مونو اوكسايد اللي هو ليفل ان باوث مذر اند ان بودي بلود اللي هذا راح يسبب بيئه ان هيلثي المن للجنين. التدخين ممكن انه يسبب نقص بمستويات الاكسجين وارتفاع بما بمستويات احادي اكسيد الكربون ان باوث في الام عند الجنين دم الام ودم الجنين اللي هذا راح يسبب ان هيلثي انفايرمنت بيئه غير مناسبه او غير صحيه فور ذا ايبول للجنين او للفيوتس. التدخين ايضا ممكن انه يسبب زياده بيمن يسبب زياده باعوا هنا يسبب زياده بالاجهاض مسكرج بعد ممكن يسبب زياده بالولاده المبكره مير ماتشور براث اللي هو هذا الطفل الخدج او ربما إنبوري ديث موت الجنين. ثلاث شغلات او مشاكل ممكن انه يسببها هذا السموكينج التدخين طبعا تدخين الام اللي نقصد عليه. افكت تاثير اوف السموك كونتينيوس يعني ممكن يستمر المن الى جانب او ما بعد الولاده اوف ذا بيبي لان هذا ممكن انه يسبب له انفكشن عدوى بالتراكيا يعني بالقصبات الهوائية عند ممكن يسبب له استوما اللي هو الربو فهذا راح يستمر وياه إلى فترة إذا ما يعني الأم أخذت الإجراء الصحيح وقطعت التدخين. Avoid taking the herbal يعني تجنب الميديسن without doctor يعني تجنب أنه أخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب. والكحول افكت يؤثر على الامبوري على الجنين انه هو راح يسبب نيرفوس ديزورد راح يسبب لي اضطرابات عصبيه اند بودي مال فورميشن يعني راح يسبب لي فورميشن يعني تكوين فهنا تشوهات بالجنين بالاخص سبيشلي بالاخص وين ان ذا فيس بوجه الجنين. ايضا بهايبر ديزوردر ممكن يسبب لي سلوكات او اضطرابات سلوكيه بالجنين. لهنا انا خلص هذا الفصل هذا التشابتر مالتنا انتهى. هاي مجموعه من الاسئله حل الاسئله كليتها مذكوره داخل ال شو اسمه كلها تم ذكرها داخل التشابتر واثناء الشرح يعني ماكو فد شيء بس اريد تنتبهوا لي مثلا هاي بالفراخات كاتب لكم اريد الفيمر ريبرودكتيف سيستم الاوبريز عباره عن اثنين من الغدد وين موقع حين دني الاسئله اسئله كتاب نقراهن نحلهن ما نتركهن لان بيهن شغلات مفيده يعني هاي الكومبير المقارنه هاي اللوكيشن والفانكشن ذني مجموعه من الاسئله اتمنى تكونوا تقروها وتستفادون منها. اتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم واتمنى لكم كل التوفيق.